الشطرنج لعبة جميلة وممتعة، ولكن وراءها أفكار دراسية ربما معقدة. ولكن في هذه السلسلة سنبتعد كثيرا عن كل ما هو معقد ونعطي الشطرنج للمتعة، وسنرى في كل فيديو من هذه السلسلة أدوار قصيرة وأيضا مواقف مثيرة، سواء تكوينات أو نهايات أدوار تنتهي بنهاية مفاجئة. وسيكون لدينا في كل فيديو أحد الضيوف، وضيفنا في هذا الفيديو هو من وجهة نظري أعظم من لعب الشطرنج، ألكسندر ألكسندروفيتش أليخين، وهو بطل العالم الرابع بعد أن هزم كابابلانكا سنة 1927، وتوفي 1944 وهو ما زال يحمل لقب بطولة العالم. ومن الجدير بالذكر أن أليخين لم يعطي الفرصة أبدا لكابابلانكا لكي يتحداه على بطولة العالم. وربما حتى الآن الكثير يتساءلون، يا ترى من الذي كان سيفوز في هذا اللقاء الحاسم؟ وبالطبع البداية ستكون لنهاية دور غريبة ملك وبيادئ، والسؤال في نهاية الموقف، هل هي نهاية صعبة أو سهلة؟ الموقف اللي أمامنا متعادل ماديا، كل طرف لديه بيدة، وبدأ الأسود المتقدم للأمام، ولكن الملك الأبيض قريب جدا وسيأخذه بالتأكيد، والأسود يواجه مشكلة وهو كيف يصل للتعادل. بالطبع الأبيض لو قدم البيدة للأمام الأسود سعيدا سيقوم بالتكسير سواء بالمرور أو بالأخذ العادي ويصل للتعادل بسهولة، ولذلك لا يبقى للأبيض غير تحريك الملك. والنقلة المنطقية هي تقديم الملك للأمام، والنقلة القادمة سيأخذ البيضة ويبدأ في تدعيم بدءه في مسيرته إلى مربع الترقية، ولكن هذه النقلة سيئة وستعطي قبلة الحياة للأسود لكي يصل للتعادل، والذي سيلعب A3 طالب التكسير والتعادل. وبالطبع الأبيض لو أخذ سيتحول البيضة إلى بيضة رخ، والأسود سعيدا سيلعب كينج E6 والملك في طريقه الاحتلال مربع الترقية، والدور سينتهي بالتعادل. ولذلك الأبيض سيلعب B4 كينج E5 كينج B3 طالب البيضة كينج D5 كينج E3. الأبيض فاز ببيضة، لكن الأسود وصل إلى موقف ممتاز لأنه حيلعب كينج C6 كينج A4، وهنا الأسود حيلعب كينج B6 وبياخد المقابلة مع البيضة، وأفضل تكملة هي B5 كينج B7 كينج A5. هنا الأسود بيلعب كينج A7 وبياخد المقابلة مع الملك، والأبيض ليس أمامه غير تقديم البيضة للأمام. وبالطبع جميعنا نعرف بما أن البيضة بيتقدم بكش فإن الدور سينتهي بالتعادل، لأن بعد كينج B7 كينج B5 كينج B8 كينج C6 الأسود حيلعب ببساطة كينج C8 وبيستمر في أخذ المقابلة مع الملك، والبيضة بيتقدم للأمام بكش وبينتهي الدور بالتعادل، لأن الأبيض ليس لديه غير تقديم البيضة للأمام بكش. وبعد كينج B8 الملك الأبيض إما يبتعد عن حماية البيضة والأسود ياخده ويصل للتعادل، أو يلعب كينج B6 وينتهي الدور أيضا بالتعادل الملك الأسود في حالة مات مخنوق. إذن كينج C3 لا تصلح، وأفضل نقلة ويا للعجب هي كينج B1، دي النقلة اللي تفوز للأبيض. الأسود لو اقترب بالملك الأبيض حيلعب ببساطة كينج A2 كينج D5 كينج A3 طالب البيضة كينج C5 كينج A4. الأبيض فاز ببيضة، والمهمة التالية للملك هي تأمين وصول بدءه إلى مربع الترقية، وده بيحدث بكل سهولة لأن بعد كينج B6 الأبيض بيلعب ببساطة كينج B4 وبياخد المقابلة مع الملك الأسود وبيفوز في كل التفريعات، وحنرى تحليل هذا الموقف بعد قليل. إذن اقتراب الملك لا يصلح، ويتبقى فقط لعب A3 طالب تكسير البيضة، لكن الأبيض بيلعب B3 كينج E5 كينج A2 طالب البيضة كينج D5 كينج A3 كينج C6. وهنا وصلنا إلى لحظة حرجة، الملك إما يجي للمربع B4 أو للمربع A4، أحدهما صحيحة والأخرى خاطئة،
يا ترى ايه هي النقلة الصحيحة؟ الابيض لو لعب كينج بي 4 هيعطي قبلة الحياة للاسود اللي هيلعب كينج بي 6، والملك الاسود هو اللي هياخد المقابلة مع الملك الابيض، ولن يستطيع الابيض تأمين مسيرة البيضة لمربع الترقية. وحنرى تحليل لمثل هذا الموقف فيما بعد، ولذلك افضل نقلة هي كينج اي 4، لا يعطي الفرصة للاسود لاخذ المقابلة، وبعد كينج بي 6 الابيض بيلعب منتصرا كينج بي 4، والابيض هو اللي بياخد المقابلة، والاسود اذا جاء الى العمود A بيذهب الى العمود C، واذا جاء للعمود C بيذهب للعمود A وبيأمن مسيرة البيضة للترقية. فمثلا لو ذهب الى العمود A الابيض هيلعب ببساطة كينج سي 5 كينج بي 7، وهنا الابيض بينتهز الفرصة وبيلعب كينج بي 5 وبياخد المقابلة مع الملك الاسود. وكما هو الحال اذا ذهب الاسود الى العمود A بيذهب للعمود C والعكس بالعكس، ولكن اذا تحرك الملك للخلف الابيض بالمثل بيتقدم للامام وبياخد المقابلة مع الملك الاسود. وهنا كقاعدة عامة، بما ان الملك امام البيضة ووصل للصف السادس فلا يهم من له المقابلة. فمثلا لو لعب كينج اي 8 الابيض لن يسعى وراء المقابلة، انما هيلعب بي 4 كينج بي 8 بي 5 كينج اي 8، هنا الملك بيلعب كينج سي 7 وبيأمن مربع الترقية وبيفوز في كل التفريعات. اذا السر الاول هو تراجع الملك للمربع بي 1، والسر رقم 2 هو السعي لاخذ المقابلة مع الملك الاسود، بينما العكس سيؤدي بالاسود الى الفوز بالتعادل بسهولة. والان حان وقت ان نرى الكسندر اليخين وكيف فاز بطريقة سهلة وبسيطة. اليخين في هذا الدور بيلعب بالابيض، وحيعطي الاسود درس كبير في عدم اضاعة الوقت، وخاصة في مرحلة الافتتاح، والاهتمام اكثر بالتعبئة، لان بعد اي 4 سي 6 سي 4 دي 5 اي دي 5 سي دي 5 دي 4 نايت اف 6 نايت سي 3 نايت سي 6 بيشوب جي 5. النقلات السابقة كلها نقلات معروفة، والاسود في هذا الوضع بيلعب اي 6 وبيعبق فيه للملك وبيقوم بالتبييت، ولكنه تطوع بلعب نقلة غريبة دي تيك سي 4. النقلة دي نقلة سيئة وبتضيع وقت كبير، وبتترك الفرصة للابيض للعب الدي 5 طالب الحصان، والبيضة اخد موقعه داخل معسكر الاسود. على اي حال الاسود كمل نايت اي 5، واليخين لعب نايت اف 3 بيعبق قطعة وفي نفس الوقت بيهاجم الحصان. وهنا افضل نقلة للاسود هي لعب بيشوب جي 4 وربط الحصان، ولكن الاسود تطوع باهدار نقلة اخرى بنايت دي 3 تشيك، وبعد بيشوب تيكس دي 3 سي تيكس دي 3 كوين تيكس دي 3. ورغم ان الموقف متعادل ماديا، لكن الابيض افضل كثيرا لان له اربع قطع تم تعبئتها، والملك على استعداد للتبييت، بينما الاسود لم يعبئ غير قطعة واحدة، ولا يمكن بالطبع اغفال وجود البيضة على المربع دي 5 اللي هيكون له تأثير كبير على معسكر الاسود. على اي حال الابيض بيهدد بوصول الوزير او الحصان للمربع بي 5، ويبدو ان الاسود مهتم كثيرا بهذا التهديد، ولذلك لعب اي 6، ودي مرة اخرى اهدار كبير للوقت، لان بعد كسل اصبح الملك الابيض في امان والرخ في طريقه لاحتلال العمود المفتوح، بينما كل قطع الاسود ما زالت في اماكنها الابتدائية. ولا نحتاج لخبرة كبيرة لكي نعرف ان اليخين في طريقه للفوز. على اي حال الاسود اخيرا لعب اي 6 بيحاول يعبق فيه للملك ويقوم بالتبييت، لكن الوقت كان متأخر للغاية، لان اليخين كمل روك دي 1 والرخ اصبح على نفس العمود مع الوزير، والاسود كمل اي تيكس دي 5، والابيض قبل اخذ البيضة لعب بيشوب تيكس اف 6 كوين تيكس اف 6، وهنا اليخين لعب نايت تيكس دي 5 وطالب الوزير اللي عليه النجاح بنفسه، وفي نفس الوقت حماية المربع سي 7 من وصول الحصان بشوكة للملك والرخ، وكذلك حماية المربع دي 8 اللي بيهدد الابيض بوصول الوزير اليه بتشيك ميت.
ولذلك الاسود مجبرا تراجع بالوزير. وهنا ظهرت اللمسات الرائعة من أليخين لأنه لعب كوين إي3 تشيك كشل الملك، لكن الهدف هو إبقاء الرخ والوزير على نفس العمود، لأن بعد بيشوب إي7 أليخين أنهى الدور باللمسة الرائعة نايت بي6 طالب الرخ، لكن الأهم أنه بيشوف هجوم على الوزير، والاسود لابد ان يخسر خسارة مادية فادحة، ولذلك الاسود سلم. وده كان اكبر عقاب من أليخين للاسود لاضاعته الوقت الثمين، وخاصة في مرحلة الافتتاح. ودلوقتي تعال نشوف لقاء اخر لأليخين في بلمونت 1938. أليخين في هذا الدور حيلقن الاسود ايضا درسا اخر بطريقة اخرى، لكن النتيجة ستكون واحدة، لان بعد E4 الاسود لعب كما المثال السابق C6 دفاع الكاروكان، وبعد نايت C3 D5 نايت F3، وهنا الاسود من المفترض لعب بيشوب G4 بتعبئة قطعة مع ربط الحصان على الوزير والاحتفاظ ببيض الوسط، لكن الاسود لعب النقلة المتوسطة D takes E4 وتخلى بسهولة عن بيض الوسط، وبعد نايت E4 كمل ببيشوب F5 طالب الحصان، وأليخين تراجع بالحصان للمربع G3 طالب الفيل، وهنا الاسود عليه الانتقال بالفيل للمربع G4 وربط الحصان، لكن فضل التراجع للمربع G6، ودي نقلة سيئة لان الفيل هيكون هدف لأليخين بلعب H4، طالب يلعب H5 والفيل في المصيدة، ولذلك الاسود مضطر لإضاعة نقلة H6 وإيجاد مربع هروب للفيل، وبعد نايت E4 الأبيض بيضع حصان في الوسط مع التهديد بأخذ الفيل، والاسود لعب بيشوب H6 بيحتفظ بالفيل اللي تحرك 4 مرات منذ البداية، بينما باقي القطعة السوداء ما زالت في أماكنها الابتدائية، ولذلك أليخين بدأ هجومه بكوين H5 طالب ياخد على المربع F7 بتشيك ميت، والأسود مضطر للدفاع بG6 طالب الوزير، وهنا أليخين بدأ في التألق ولعب بيشوب C4 بيعبأ قطعة أخرى وبيترك الوزير، لكن بالطبع الأسود لا يستطيع الأخذ لانه هيتلقى المات ببيشوب تيكس F7 تشيك ميت، والحصان بيحمي الفيل وايضا بيحاصر الملك، ولذلك الاسود مضطر للدفاع مرة اخرى بE6، وهنا أليخين لعب نقلة تبدو منطقية ولكن وراءها خبص شديد بكوين E2. قبل ما نعرف الفكرة وراء هذه النقلة هنقول الوزير اصبح على نفس العمود مع الملك، بينما الفيل اللي تحرك اكتر من 4 نقلات اصبح اسير وراء بيادقه، وقطع الاسود ما زالت في اماكنها الابتدائية، والاسود حاول اللحاق بقطار التعبئة بنايت F6 بيعبق قطعة، لكن ده كان خطأ شديد لان هنا ظهر أليخين الثعلب وفائدة تراجع بالوزير للمربع E2 وكمل نايت تيكس F7. الحصان بيعطي شوكة للوزير والرخ، والاسود مجبر على اخذ الحصان، وهنا أليخين لعب ببساطة كوين تيكس E6 تشيك والاسود سلم، لان بعد كينج G7 كوين F7 تشيك ميت، وهنا اخيرا انتبه الاسود لخبص أليخين وهو الجدير بلقب ثعلب الشطرنج. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.